بلد لا يجوع أهلها بما فيها من الخير، هذا ما قيل ويقال حتى هذا اليوم عن مدينة أبي الضيفان إبراهيم الخليل عليه السلام. وهذه حملة موارد الخير في رمضان للعام الثالث على التوالي، تجهز طرودا غذائية لمن تحسبهم أغنياء من التعفف. حملة موارد الخير هي الحملة الثالثة في تاريخ حياة شركة الموارد الوطنية، حيث كانت الحملة الأولى في سنة 2014، وكانت هي عبارة عن سيارة كبيرة زائد 4 تريلات مياه لأخواننا في قطاع غزة. أما الحملة الثانية فكانت في 2015، وهذه الحملة الثالثة لشركة الموارد الوطنية، وهي عبارة عن طرد غذائي قيمته ما يعادل 200 شيكل. سوف تقوم شركة الموارد بتوزيع هذه الطرود بنفسها على كثير من الأسر المحتاجة، التي قامت شركة الموارد الوطنية بالتعرف عليها مباشرة، وكذلك سوف نقوم بتوزيع جزء من هذه الطرود على الجمعيات الخيرية والجهات المسؤولة في هذا المجال لتوزيعها على الأسر الفقيرة والمحتاجة في محافظة الخليل. وأخذت شركة الموارد الوطنية هذا الصرح الاقتصادي على عاتقها، تقديم كل ما يلزم لعائلة في رمضان على شكل مغلف يجمع بداخله مجموعة من الاحتياجات الأساسية، لتجسد مذهبا وطريقا تحت عنوان ترتقي المجتمعات بالتكافل والتعاضد وتزدان بالخير والعطاء.